مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم معنا في حلقة خاصة من برنامجكم جدل إقليمي على قناة الإشراق الفضائية. هنطرح من خلالها أهم ما دار بمفاوضات إيران مع دول الـ5+1، نتائج هذه المفاوضات. الحقيقة تبينت ردود أفعال الدول حول نتائج هذه المفاوضات، مما يعطي مدليل تستحق البحث الدراسة والمناقشة من خلال حلقتنا النهاردة من جدل إقليمي. بسعدني يكون موجود معايا كل من سيادة اللواء محمود زاهر الخبير الأمني والاستراتيجي، وأيضا يسعدني يكون موجود معايا أستاذ دكتور حسان رجب رئيس لجنة تقصي الحقائق في المنظمة الدولية لحقوق الإنسان. أهلا بحضراتكم معايا. أهلا بك يا سلام. أهلا سلام. يمكن بداية حابين نروح في قراءة سريعة للموقف الدولي وأسباب تغير الموقف الغربي تجاه إيران في ظل هذه المفاوضات. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وتحياتنا لحضرتك وأستاذنا اللي تشرفت به الدكتور حسان. عشان نقول تغير مواقف، علينا أن احنا ندرك أن تغير المواقف بيأتي بشد وجذب ما بين قوة وما بين مصلحة. أنا ممكن أغير موقفي في إطار مصلحة جديدة هتضيف لبلدي، أو أغير موقفي إذا وجدت أن القوة اللي قدامي هتخسرني مصلحة. هذا تايتل عام استراتيجيا بين الدول. لو عملنا إسقاط على المرحلة اللي فاتت، كان الشد والجذب بين الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلفها إسرائيل في اتجاه إيران كان نوع من إثبات القوة لكل طرف. أنا هعمل شغلي ودفاع عن النفس، وهذا برنامج سلمي، وهذا حقي، وهذا كلام مفيش فيه فصال. كل دولة لها الحق إنها تعمل العمل بتاعها طالما مش هتأثر على الدول الأخرى. الدول الأخرى ترى إن هذا ممكن يتحول في توقيت معين إلى مسألة حربية أو نووية، وبالتالي يؤثر على إسرائيل ويؤثر على مشروعات الولايات المتحدة الأمريكية ومن وراها الغرب بالكامل أو الاتحاد الأوروبي، ومن هنا اتفرضت نوع من الحصار الاقتصادي، وكما نعلم ما تم في هذا الأمر. بتغيير الرئيس في إيران كان هناك فرصة في هذه المرحلة للتغيير إلى أن يكون هناك انفراج. استغلتها الولايات المتحدة بذكاء، واستغلتها إيران بذكاء مضاعف. هذا ما جعل الأمر يبدو سياسيا أن هناك تقارب وهناك انفراجة وهناك يمكن حل المشكلة. ولكن علينا ندرك أن حل المشكلة دائما السياسية اللي من هذا المستوى دائما بيبقى حل نقدر نقول عليه مرحلي، بياخد مراحل كتير، يعني يعقبه مراحل أخرى. بالتأكيد ده شيء اكيد. طب انا عايز اتوقف عند هذه النقطه سياده اللواء واروح سريعا للدكتور حسان. يعني من كلام سياده اللواء حب اروح للفريق المفاوض الايراني في هذه المفاوضات، كيف تقيم هذا الفريق؟ وهل استطاع فعلا الفريق المفاوض الايراني في هذه المفاوضات من هو يقنع الاخر بحقوق المشروع؟ الحقيقه الملف ده اتلعب لعب رائع من قبل الايرانيين، اكثر من رائع. كل الدول تحالفت ضد أن تحصل إيران على حق التخصيب حتى ولو سلميا، رغم إعلانها لعدة سنوات أنه ما يتم هو تخصيب لأغراض سلمية. إنما هناك كما قال سيادة اللواء، هناك تخوف من دول المنطقة وعلى رأسهم دولتان رئيسيتان، السعودية وإسرائيل. الدولتين دول مش عاوزين إيران يبقى عندها نووي، والدولتين دول متخوفين ان النووي اللي هيتعمل والتخصيب اللي هيتعمل في ايران هيكون تخصيب لاغراض عسكريه، على عكس ما تقول ايران. السياسه الامريكيه كانت منساقه بهذا الاتجاه مع طبعا حليفتها الاولى اسرائيل، وايضا السعوديه حليفه قويه للولايات المتحده الامريكيه، وايضا بعض الدول الاوروبيه. وهناك توازنات كما قال سيادة اللواء، يعني توازنات في المنطقة، وهذه التوازنات معروف أن تخيف البعض، لأنهم لا يعلمون ماذا يحدث، وأكثر من مفاعل يتم فيه التخصيب، والتخصيب وصل إلى درجة 20 في 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 إيران، فده خوف الناس كلها. فكان لابد. ليه بحس من كلام حضرتك كده ان يعني منطق القوه هو من يفرض نفسه في النهايه؟ يعني النهارده ايران بتتفاوض من موقف القوي وليس موقف الضعيف. بالتاكيد يعني بالتاكيد تتفاوض مختلفه. لا لا لا. لما تبقى انت لسه بتدور على حقوقك، لا ده انت بدات ومشيت مراحل، وبناء عليه النهارده في استجابه من القوى الغربيه، في استجابه من امريكا. الاسس اللي بيقوم عليها التفاوض مختلفه هذه المره.
طبعا ده اسرائيل زعلت من وزير خارجيه امريكا عشان صدر تصريح قال انه احنا يعني نشكر وزير خارجيه ايران ان جلس على 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 طاوله المفاوضات. يعني عمليه مش سهله. فعلا ايران بذكاء ادارت الملف وادارته بذكاء حاد ايضا، واستطاعت في نفس الوقت ان تخصب اليورانيوم بدرجه جعلت الجميع يخاف، فاضطروا الى الجلوس الى المائده واضطروا الى الجلوس الى طاوله المفاوضات. ومن هنا كانت الالتزامات ليست لصالح فقط هذه الجماعات، لان هم يعني الخمسه زائد واحد لما عملت الاتفاق مع ايران، الاتفاق الاخير اللي احنا بنتكلم في صدد دلوقتي. طب ايه اللي خدت وايه اللي خدت ايران من وراه؟ ايران حصلت على مكاسب قويه جدا. سناتي اليها بالتفصيل لسه يعني خلال يعني من خلال الحديث. ولكن طب سياده اللواء، يعني النهارده مجرد الجلوس على طاوله المفاوضات يخليني اتساءل الحقيقه، هل معنى هذا الكلام ان امريكا او القوى الغربيه بدات تؤثر في الفتره القادمه لغه الحوار، لغه التفاوض، وبدات نبره الحرب او وتيره الحرب التي كان يتم التهديد بها بصوره مستمره وشفناها بتتكرر كسيناريو اكثر من مره، بدات تتوارى الان واصبحت الدبلوماسيه والمفاوضات هي الابدى في الفتره القادمه؟ ما نسميه دبلوماسيه ومفاوضات يمكن ان تكون في اطر تجاريه فيها مكسب بقرشين شمال او قرشين يمين، وهذا مقبول جدا ان احنا نقول هذه تفاوضات والذكي يكسب والكفاءه تكسب والقصه دي. اما التفاوضات بالنسبه لي المشاكل او الامور الاستراتيجيه هي مراحل متواليه بتنتهي الى نقطه حساسه للغايه، احارب ولا ما احاربش، وهذه هي القصه اللي بنتكلم فيها النهارده. اي دوله في الدنيا اللي بيهمها سد احتياجاتها، واحتياجاتها دي بتساوي كل شيء، احتياجاتها العسكريه والاقتصاديه والثقافيه والاجتماعيه، ثم قوه اتصالاتها، ثم يكون لديها كروت تتفاوض بها، ثم. اذا نحن بنتكلم على المبدا الامريكي مايت از رايت، القوه هي الصواب. اذا هذا هو المبدا. وبالتالي النهارده لما تيجي تقول لي حضرتك ان دوله بدات تتعامل في الانتاج النووي بدايه زي بدء بنقول انه سلمي، وخلينا بنتكلم في هذا رغم ان الامر ما هوش كده، تمام؟ انا من حقي ان انا لو اللي قدامي بيهددني امتلك السلاح اللي يحمي ارضي واقول انا سلمي لان انا مش معادي او مانيش هجومي، ولكن اللي قدامي له اطماع وله استراتيجيات هيمنه في المنطقه ومسنود من الخلف اللي له جزء من هذه الهيمنيات. اذا عشان ادي الحق لايران او اي دوله في المنطقه انها تتصارع في اتجاه القوه، هذا حق طبيعي. هناك دول تستطيع انها تجعل قوتها قوه دفاعيه، مهما وصلت من قوه هجوميه لا تستطيع انك تهاجمها والا الخسائر تبقى مش محسوبه. هنقول دي هنا ايران في هذا الموقف حاليا، مصر ممكن تكون في هذا الموقف حاليا. خلاص ايران واخده خطوتين تانيين لان عليها تهديد شديد. ايران لها حساسيه كثيره جدا، حساسيه بتاتي بينها وبين بعض الاقليميه ايديولوجيه مع الاسف الشديد، وعلينا النهارده كمنطقه كعرب كمسلمين كمسيحيين نحيا في هذه المنطقه لابد ان نسعى لحل هذه المشكله بيننا اولا حتى لا تكون كارثه تفاوض وضغط للاخر اللي هي الايديولوجيه. طب في هناك بقى سيطره اخرى، النهارده ايران دوله نفط ودوله قويه بشريا، عندها طاقه بشريه ودوله صناعيه. هذه الدول حينما تصل لهذه القوه لابد يكون لها مصادف لقوتها، وبالتالي دي بنسميها بدايات الهيمنه. يبقى على المنطقه انها تخشى من هذا الامر، تحذر بصوره اخرى، وعلى الاخر الاجنبي الخارجي اللي له اهداف يبدا يخوف مناطق دول في المنطقه، خاصه ان كان له مصالح معهم حاليا استنزافيه او استقطابيه او خلافه. هذه لعبه سياسيه، كل ما نتحدث فيه الان هي مراحل، نسميها سلام كويس، نسميها مفاوضات زي الفل، نسميها احنا حبايب مؤقتا ونضحك في وش بعض كويس قوي، ولكن الصراع صراع قوه الى ان تتزم، نسميها نقاط التقاء مبدئيا ممكن جدا كده. يعني اصلا لما يبقى عندي برضو طرفين عادة لو انت حابب انك توصل لنتائج ايجابية تروح لنقاط الالتقاء اولا اللي هي ثم النقاط الخلافية نجنبها ولو لفترة، فبتلاقي نفسك بنقول في تقارب بصورة التقاطعات والتباينات. تمام، بحيد التباينات واروح للتقاطعات،
وتظل التباينات عندي قائمة، لأن لازم في النهاية الدول التي تملك قوة خلاص الطريق اتفتح، هتصل إلى نقطة احتمالية الصدام. أصبح في العصر اللي احنا فيه الصدام ذات تكلفة عالية جدا، ليس لطرفي الصراع ولكن للعالم كله. طيب أنا عايز أتوقف للحظات مع دكتور حسان وأروح لتصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أعلن فيها عن تفاؤله الحذر تجاه مستقبل المفاوضات الإيرانية التي تجريها بلاده مع مجموعة الدول الخمسة زائد واحد بشأن برنامج إيران النووي. يكون السؤال لماذا الحذر ولماذا التفاؤل في ذات الوقت؟ في تصور لا ننسى أن أمريكا لا تزال تفرض عقوبات اقتصادية على إيران، وإيران لديها أكثر من 100 مليار دولار مجمدين، وكان عندها في 2012 80 مليار دولار خسارة من النفط فقط. إيران بحاجة إلى قطع غيار للطيارات، قطع غيار الطيارات المدنية، خلينا يعني نبعد عن الجانب العسكري، بحاجة إلى دواء، بحاجة إلى تطوير المستشفيات، أدوات طبية، صيدلانية، كل هذه الأمور. فكرة العقوبات الاقتصادية في حد ذاتها تمثل مشكلة كبيرة لإيران. هي كانت وسيلة من وسائل الضغط ولكنها لم تفلح مع إيران للأسف. مش ليس للأسف، بالعكس، إنما أمر من وجهة نظر أمريكا، إنما من وجهة نظرنا ده جميل جدا إنه ما عرفوش يعملوا معها حاجة زي مش عارفين يعملوا في حاجات تانية كمان، حاجات كتير يعني، لأن هم يعني وسائل ضغطهم بتتم في حاجات يعني بيستخدموا فيها بعض الأساليب ال بيسموها المدنية. أقول لك حقوق إنسان، انت مخالف لحقوق الانسان، انت ما اعرف ايه، تراعي الارهاب، مع انه تلاقي يا دكتور دايما لما تحب تحيك تهمه دوليه لاي دوله تروح دائما لما يسمى بمنظمات حقوق الانسان، منظمات المجتمع المدني. تعرف دايما ان يكون هي دي الحقيقه من وجهه نظري، معلش، السكه اللي انت بتخش بيها لاي دوله علشان تقول والله احنا عندنا مشكله كده بنرتبالكم، فتبقى البدايه عند حقوق الانسان. ده الامريكان. ها؟ إنما وهناك كثير من المنظمات التي تسير في ركبهم، وكما حدث عندنا في مصر إحنا. طب ما المنظمات اللي حصلت وتم التفتيش عليها واللي كانت قاعدة بمزاجها وبتعمل ليست كمنظمات حقوقية إنما كمنظمات تمول بعض الأمور لصالح أغراض أخرى. أمريكا تلعب في كل المجالات على فكرة، ليس موضوع حتى في الإعلام. يعني الإعلام الموجه أحد أسلحة أمريكا، وأحد أسلحتها ما يسمى حقوق الإنسان. العقد الدولي لحقوق الإنسان ده عقد محترم جدا وموثق وموجود في الأمم المتحدة، لو التزمت به أمريكا كل الدول هتبقى زي الفل. عندما يكون له آلية تنفيذ. يعني هو دي دايما. هو له آلية تنفيذ على مزاجهم. فلذلك القوة هنا، صراع القوة هو المسيطر بين الدول الكبرى. سيادة اللواء، مرة أخرى أروح لتصريحات وزير الخارجية الإيراني اللي بيقول لك إن إيران جاهزة لاتخاذ إجراءات لتبديد الهواجس الخاصة بالملف النووي الإيراني. طب ماذا قصد بهذه الهواجس؟ والهواجس دي لدى من؟ يعني برضه خلينا نوضح أطراف حاسة الآن بهاجس من الخوف، في حالة من الاضطراب، خايفين من إيه؟ ومين هم؟ أولاً مع احترامنا للتصريحات السياسية التي بعضها بيكون قائم على حقائق في أضيق الحدود وفي قلة من المشاكل الدولية الحقيقية. أما في المشكلة اللي احنا فيها، أنا مش عايز أخرج برا الصراع الغربي الإيراني والإيراني الإقليمي، لأن هي دي المشكلة بتدور في الحتة دي. لما هقول إقليمي هقول دول موجودة ومنها إسرائيل، لما هقول غربي يبقى أنا بتكلم على الولايات المتحدة ومن خلفها المجتمع الغربي او الاتحاد الاوروبي. وعلينا نفهم ان الصراعات ما هيش اصل الدوله دي مش على كيفي او انها تملك نووي. الصراعات النهارده صراعات على اماكن طاقه وعلى مستودعات طاقه، سواء كانت طاقه بشريه، لو هي هتفيدني يبقى بنميها، وانميها بكل الدكاكين اللي انا عملتها في السياسه، وانا اسف في اللفظ وهو لفظ عام بيتقال. النهاردة لما حضرتك بتتكلم على مؤسسات المجتمع المدني، لما بتتكلم على مراكز الأبحاث وهو تايتل كده جميل وعنوان جميل، لما بنتكلم على وعلى وعلى، هذه كلها آليات سياسية. لأن ما تنفعش السياسة اللي قمتها وجوهرها العسكرية تتنفذ عسكرية،
لازم يبقى الوش بشوش وفي اكله وفي شوربه ونسلم على بعض ونبوس. القصه دي خلاص النهارده المحترف فاهم يعني ايه سياسه بالتم. اما اجي اسقط الامر على ايران، ايران النهارده دوله لها عمق حضاري، دوله لها عقيده، دوله لها ثوابت. هذه امور النهارده بتخوف. تخوف مين؟ دوله في الهوى عايمه معاها قوه ملهاش اجتماعيات صلبه. انا بتكلم على الولايات المتحده الامريكيه، ملهاش اجتماعيات صلبة، وده ممكن يوقعها في يوم وليلة. الاقتصاد اللي عندها اقتصاد طاير في الهواء. ممكن إسرائيل، وبقصد كلماتي ما بقولهاش على سبيل المثال، في لحظة تلاقيها ورثة هذا الاقتصاد. وده حصل مرتين وكان هيحصل التالتة من أسبوعين ثلاثة عدوا. احنا عندنا كارثة 29 والكرايزس بتاعة 2008، وكان من أسبوعين ثلاثة هتحصل أمريكا هتفلس. تفليس دولة زي دي ما هوش سهل. لما ابقى بلطجي ومعايا سلاح ومعايا قوه ومعايا عصبجيه وتيجي تقول لي لا ده انت هتفقرت، لا انا هفقر الحاره كلها. فهنا دي حسابات كلها سياسيه. تمام. هذا خارج الامر. لما اجي بقى ادخل الحسبايه دي في دوله زي ايران لها قوه، لها سيطره، لها معتقد، لها ثبات، بينها وبين اقليميتها خلافات، انا عندي فرصه ان انا اتعامل معاها. يبقى الذكاء الايراني، الذكاء الايراني، واللي انا قلت امريكا بتلعب بذكاء وانتهزت فرصه تغيير الرئاسه، وقلت ان ايران لعبت بذكاء دبل مرتين. ليه؟ هي بتسعى، انا النهارده عندي ضغوط هتحملها، انا دوله قويه، انما ليه تحملها؟ ما انا اشيلها، اشيل الاعباء، ما اشيلها. والثمن ايه؟ كلام هنكتبه ورق واحنا حلوين، وانت عايزني اقول لك ان انا برنامج سلمي، وعايزني اقول لك ان اسرائيل مش هجمع. طب هي ايران اكثر من مره ان برنامجها برنامج سلمي، لما احط ده على ورق مش هيختلف. خد بال حضرتك، ولكن انت بترفع من الاعباء اللي عليك. خد بال حضرتك، في احيانا في السياسه بيسموها هيبه الدول، ودي بتتلعب بطريقه معينه. امريكا في توقيت معين وصلت ان ايران، سوري في التعبير، هتكسر انفها. اعملي ما بدالك، انا ماشيه في طريقي، وماشيه في طريقي وبقول انا بعمل برنامج سلمي، فالعالم كله مش هيقدر يكلمني. انت فاهم انا بعمل ايه؟ ده موضوع خاص. يبقى على الدولة اللي هتتكسر هيبتها وبالتالي تتجرأ عليها دول بينها وبينها مشاكل كثيرة، لابد تسعى لإيران وتفتح بيبان زي ما سعت لإيران، وإيران كانت فتح لها البيبان. ده الذكاء بقى في اللعب السياسي. راحت عشان ترجع هيبتها. أمريكا النهاردة بتديل موضوع عالمي وخاص بالأمن الاجتماعي والسلام الدولي، قصة جميلة جدا، وتظل هي المظلة، وتظل هي الكبير، وتظل هي من يديره. يعني أنا هذا ما يجعلنا نرى الأمور بحساسية، ولكن في النهاية إيران دولة لها مستهدفاتها، لها استراتيجياتها، لن تتراجع عنها، وفي النهاية هنقف كقوتين أمام بعض. مين فينا اللي ممكن يتجنن ويزود العيار؟ يؤكد على هذا الكلام أيضا تصريحات السيد محمد جواد ظريف، اللي قال إن المفاوضات جرت على أساس من الاحترام المتبادل، المواقف المتبادلة، وهو السبيل الوحيد لحل الأزمة. وكمل وأقول إن هو أكد على إن تخصيب اليورانيوم سوف يستمر كأحد البرامج الرئيسية التي تعمل على الأرض أو على الساحة الإيرانية. وفقا لهذا التصريح أفهم إن إيران لم تقدم أي تنازلات يا دكتور في هذه المفاوضات؟ ده قدمت. ما هي التنازلات اللي قدمتها ايران بالفعل؟ يعني النهارده بقول انا مستمر في التخصيب، انا كما انا انا مستمر. بالعكس انا شايف ان ايران تفاوضت وهي اليد العليا، يعني ده احساسي بالامر. ما هو ودليل امريكا كانت بس تريد ان تظهر بمظهر الامبريلا او مظهر المظله التي ترعى هذه المفاوضات، ولكن تظل ايران هي الرابح الاكبر من هذه المفاوضات الاخيره. اقول لحضرتك ايران عندها اكثر من مفاعل نووي، في مفاعلات نوويه وصل فيها نسبة تخصيب إلى درجات عالية، ودي أقروها وهتفضل زي ما هي، بس بشرط إنها ما تزودش تاني، يعني ما تعملش تفاعلات تانية وما تزودش المفاعل ده بالوقود، ولا تفصل البلاتينيوم، ولا تعمل أي حاجة تسيبه. إنما اتفقوا على إيه؟ اتفقوا على إنه يكون التخصيب بحدود 5%، ده في الحدود اللي هي المسموح السلمية. وإيران وعدتهم بأنه اللي هيجي هيبقى كده، يعني التخصيب الجديد، يعني هي مستمرة في التخصيب ولن تتخلى عن التخصيب، إنما التخصيب اللي جاي اللي هنعمله بعد اتفاقنا مع بعض هيبقى 5%، لو زاد عن 5% هنبقى نحوله الغاز،
طب ال 5% دول اللي هم بتوع يعني ده اللي حصل. 5% دول بتوع الاغراض السلميه. الاغراض السلميه كده نخش في موضوع ثاني. من 3.5 ل 5% ساعات. طب اما امريكا تقول لحضرتك ان هذه المفاوضات، هي مش هتقول لي خالص، هي هتقول لهم. اما امريكا تقول ان هذه المفاوضات بتحمل في داخلها تخفيف للعقوبات الاقتصاديه، صح. اما العقوبات السياسيه فهي ما زالت مستمره. طب هي قصدت ايه بالعقوبات السياسيه؟ طبعا ده مقصود. لا كده طبيعي قوي، وده الكلام اللي بنتكلم فيه. انا النهارده الظاهر على السطح ايه؟ اعمل عقوبات على البترول، على التحركات، على الشركات، على البنوك، اقتصاديه كلها. بقول بخفف، وده الهدف اللي خلى ايران تاخد خطوتين ثلاثه لقدام في القعده الجميله، مش طبعا. اكتر ولا اقل، خلاص. واوعدك وايه المشكله؟ ما فيش في السياسه وعود، يعني سياسه فاكت على الارض، حقائق على الارض. انما ما اجي يقول لك لا انا مش هخفف العقوبات السياسيه، هنا بقى بيقول ايه الكلمه اللي قلتها لحضرتك، ان ما زال عندي مراحل بتتحرك. دي المرحله الاولى بالظبط كده. انا النهارده عندي شريك في هذا الامر او شريكين كما اشار الدكتور حسان، خلينا في شريك واحد، خلاص، اسرائيل، وهي المرتعبه تماما من انها لو خدت افق زياده في هيمنتها ممكن تصطدم بقوه في المنطقه. مين القوة اللي كانت في المنطقة بتهدد؟ ثلاث قوة، مصر وإيران وتركيا. تركيا خلاص بقت حبيبتها، وعلاقات مش موجودة مع أي حد، علاقة صريحة صريحة في جميع المجالات ومضادة للآخرين، يعني أصبح موجود النهاردة إيران ومصر، ودائما ما تسعى الدول سواء من الغرب أو من إسرائيل إنها تحاول تعمل ما بين مصر وإيران قصة، وقصة ايديولوجية، وتطلع لي شوية سلفيين، قصص كده. مصر أكبر من دي، ده كده عرضية. إذا أنا عندي قوة موجودة لازم أدرك إنها قوة. أو ما أقول لا أنا سياسياً دي فيها نظرة. فيها نظرة يعني إيه؟ يعني لسه هنقعد مع بعض يا أستاذ أحمد. إحنا الصفينة دلوقتي بس عشان إيه؟ بس لسه الموضوع هيكمل. لازم. تمام. هيكمل إزاي بقى؟ كلما حضرتك خدت مرحلة القوة بتاعتك تملكت منها بطرق كثيرة. قدرت مثلا تحجبها من خلال الاقليميه، الدول اللي خايفه منها، جذبت هذه الدول ناحيتك، انت اصبحت بعيد سياسيا بتلعبها بايديك. تمام. يبقى هنا بالتاكيد ايران هيبقى في مزنق مش مظبوط، لان انا ليا علاقات سياسيه وتجاريه واقتصاديه، واهلي عايزين يسافروا ويروحوا وييجوا، دوله بتتحرك. دكتور حسان، يعني سيادة اللواء هو اللي اتى على ذكر اسرائيل، طالما احنا رحنا لاسرائيل خليني اقول لحضرتك التصريح الذي جاء على لسان بنيامين نتنياهو، ان هو بيقول ما تحقق في هذه المفاوضات ليس اتفاقا تاريخيا ولكنه خطا تاريخي. يعني من خلال تعقيب الجانب الاسرائيلي، في حاله من الاعتراض وعدم الرضا عن هذه المفاوضات، عن معامله ايران في هذه المفاوضات، حول نتائج هذه المفاوضات، يعني هذا التصريح ليس تصريح عبثي بالتاكيد، يعني خلينا نقول هل دي كالعاده خطوه استباقيه من جانب اسرائيل؟ هي يعني بتصادر على المطلوب زي ما بيقولوا عندنا بالمصري، بتقول لك بدري بدري انا رافضه لكل ما اتت به نتائج هذه المفاوضات. ما هو من بدري اسرائيل رافضه، يعني اسرائيل موقفها مش جديد علينا. ما هو اسرائيل هو اللي مش جديد علينا انها دائما ما تستبق الامور وبتحط لك كده في الصداره الرافضه. اسرائيل مش هددت بضرب ايران أكثر من كم مرة؟ لا وما زال أكثر من مرة. أكثر من مرة. وقالت حبعت هضرب المنشآت النووية اللي هناك. الكلام ده مجرد يعني زوبعة بتقولها، يعني ليه؟ أكثر من موقف يهدد إسرائيل. إحنا عشان نعرف الملف الإيراني ليس بعيدا عن مشروع الشرق الأوسط الجديد. موضوع توازن قوى. إسرائيل ستريد أو تسعى مع أمريكا وفرنسا وإنجلترا وبعض دول الخليج إلى فرض الهيمنة الإسرائيلية على المنطقة، وللأسف أن هناك عربا يساعدونها على هذا للأسف، وهذا واضحا بالجماعات المسلحة التي كانت تعمل في أفغانستان ويجيبوها لنا في مصر واللي جابوها في سوريا عشان تحيي هذا الانقسام وتضعف القوة العسكرية لسوريا ثم القوة العسكرية لمصر لكي يتم تجزئة هذه البلاد وتتم الهيمنة عليها من قبل إسرائيل. إسرائيل لا تريد ظهور قوة في المنطقة. إيران ظهرت كقوة رائعة، يعني قوة خطيرة، ما ليس فقط نووية إنما قوة حتى بالقوة التسليحية.
فبالتالي إيران مهددة فعلا، مهددة لإسرائيل ومهددة للمشروع الشرق الأوسط الكبير الذي تسعى إليه إسرائيل، أو الشرق الأوسط الجديد. فبالتالي والموضوع يتعلق بالنسبة لأخواننا اللي موجودين في الخليج، زي ما قال سيادة اللواء، قد يكون مشروع فكري، مشروع ديني، يعني خلاف على الأيديولوجيات الدينية. مرة أخرى خلينا نقول يعني برغم النتائج الإيجابية التي ترتبت على هذه المفاوضات ما بين إيران وبين دول الخمسة زائد واحد، إلا أن التهديدات ما زالت مستمرة. ودليل على ذلك لما الجانب الأمريكي يصرح يقول والله إذا كنا نخفف من العقوبات الاقتصادية الآن، إلا أننا نؤكد على أن العقوبات السياسية ما زالت مستمرة. إذن الضغوط ما زالت مستمرة بصورة أو بأخرى على إيران. يكون الاستمرار هذا الضغط تداعيات إيه على إيران في الفترة القادمة؟ ده سؤال أشكر حضرتك عليه، لأنه هو ده بيخش بقى اللب الموضوع. ده هيرجعنا إلى هنضع معادلة ونشوف إثباتها على الأرض حصل ولا لا، حصل ولا لا، مش لسه هيحصل. وده اللي إيران لازم تشوفه وأي دولة بتشوفه. أنا ما يكون قدامي كيان قوي، إيه اللي بيحصل؟ مش هصطدم معاه لأن خسائر كتير. طب حصله مش قادر، هو بيحاصرني هو كمان. ما ننساش إن إيران في توقيت قال التصريح في منتهى الخطورة، قالت لك أنا هصدر بترولي بعملة غير الدولار، هصدره باليورو. ده على طول يكسر رقبة أمريكا. لما أجي أنا هنا في مصر وأقول من يمر من قناة السويس ده بالجنيه المصري، ده شغل تقيل جدا. بس هنا الجو السياسي العام ما يفهمش الأمور دي إلا من هو فاهم فين الحاجات اللي بتوجع. طيب أنا قدامي قوة والحصارات ما نفعتش، وا وا وا، بدي مرحلة زي ما بقول لحضرتك، بخلي المجال السياسي اللي أعلن خمسة زائد واحد، خلي الواحد بقى بره، خلينا في الخمسة، قال إن إحنا مش الاتفاق السياسي لسه، يبقى أنا عندي مراحل. إيه المراحل النهاردة يا أستاذ أحمد؟ أتوقف اللحظات عند هذه المراحل ونطلع لفاصل ونرجع نكمل مع حضرتك تفصيلا حول هذه المراحل مع ضيوف الأعزاء كلهم، الأستاذ دكتور حسن رجب وأيضا سيادة اللواء محمود زاهر. فاصل ونواصل. مشاهدينا مرة أخرى مع حضراتكم، مكملين مع سيادة اللواء محمود زاهر، وكنا قد توقفنا عند المراحل. أيوة مراحل، وقلنا إن تم الإعلان على إن الاتجاه السياسي لا له مراحل ولسه واقف، مش هنشيله، نشيلنا الاقتصادي تمام، وقلنا هذا حسن نوايا وهذا تقارب وهذا الإعلام ياخد حقه، حصلت انفراجة وحصل كذا والأمل كذا، وكل اللي هو مصلحة إيه يطبل على طبلته في هذه الناحية. كلمة مراحل أنا بنظر للي قدامي، هل أثرت في قوته وقفتها وأنا قويت بقى في فاصل أستطيع أضغط بيه وأضمن بيه نجاح لو حصل صدام، هل أنا خليته ينزل عن مستواه واللي عنده بقى قديم وأنا ترقيت ووصلت للحديث لصار الفرق بالمعادلات العسكرية إن بقى في صالح، لأن في معادلات بالأرقام مثلا الواحد لواحد لاثنين ده أقل معدل للهجوم، طب لو بقى واحد الى ثلاثة لا ده انا اكله في يوم، يبقى انا عندي بدي بس امثلة. طيب لو انا عملت معاه الحصار ده ومش عايز استنزف طلقة ولا يموت من عندي حد ولا اعمل هياج في اطار انا بدعي ديمقراطية وحقوق انسان وجا توقيت اتكشفت وبقيت لا ديمقراطي ولا حقوق انسان ولا حاجة خالص، اكثر من تجربة، هل وبرجع التوب تاني وبلبسه وما عنديش دم برضه انا بتاع حقوق انسان وكده، طب اقوم اعمل ايه؟ بطريقة وبأخرى ومن خلال ما حواليه أسحب قوته، أسلبه قوته بالمؤسسات الدولية والهيئات الدولية ولتكن الطاقة النووية، الأمم المتحدة، البند السابع، لا البند السادس، لا الدول اللي حواليه تضررت، لا أخذ قرار في الأمم المتحدة. حصل ده عندي هنا فين؟ حصل في ثلاث حتت، حصل في العراق وحصل في ليبيا وبيحصل جزء منه في سوريا. العراق اتسلبت قوتها فجأة كده، اتسلبت قوتها، سيب حضرتك من الحرب انما اتسلبت قوتها. ليبيا في يوم وليلة خد يا عم اللي عندي، واحد بيسلم قوته كده بايده اتسلبت قوته، وبيعتقد ان ده هيبقى انفراجة سياسية. ايه اللي حصل بعديها؟ مسح من على الارض.
كما حدث بطريقه اخرى. قدرت انا احطه في هذا المناخ العام اللي يخليه يفكر بهذه الطريقه؟ بس ان ما ده جزء بقى. النهارده اما جه بيحاول يعمل الكلام ده ومع سوريا مع فارق التشبيه ان هاخد واديله وسوريا ادته شويه حاجات هو اتبسط انه خدها وخلاص. خلينا نفهمها كده انما هو عايز يسلب قوه. تمام. اذا دي اساليب. في بقى نقطه حساسه قوي بالنسبه لايران. لا ننسى ان ايران حدود روسيا والضرب مع ايران او حرب مع ايران ده امن قومي روسي. تمام. نحط تحتها 30 خط. يكون ده امر غير مقبول من قبل روسيا في هذا التوقيت ان تكون هناك يعني ايه حرب على الحدود الايرانيه الروسيه. يكون احنا هنا بصدد البعد استراتيجي هنا بقى لروسيا. عشان بس نفهم ايه اللي يعني ابعاد فكره الضرب او عدم الضرب. طب يعني انا بس عايز اتوقف مره اخرى مع دكتور حسان مع تصريحات وزير الخارجيه الامريكي جون كيري. يعني برغم انها سبقت المفاوضات الا انها تحمل مدليل في داخلها. جون كيري قال لابد ان ناخذ قال ان امريكا لن تسمح لايران بكسب الوقت ولابد من تنازلات من جانب ايران لتبديد المخاوف الاساسيه للمجتمع الدولي. حتى وان سبقت هذه التصريحات مفاوضات ايران مع دول الخمسه زائد واحد لكن لابد ان احنا ناخد ده بعين الاعتبار. دي السياسه الامريكيه. ده الفكر. اما يعلن صراحه على لسان وزير خارجيه امريكا اذا لابد ان نحلل ونناقش ونشوف امريكا ناوي على ايه الفتره اللي جايه بعيدا عن النتائج اللي تحققت. اتكلم على الوقت يا دكتور حسان. ايه يا باشا. قال لك لن نسمح بكسب الوقت. الوقت حتى وان هو سبقت. هو بيتكلم على الست اشهر. على الست اشهر اللي هم بيتكلموا فيها دلوقتي. طب ايه راي سعادتك انه ايران لن تسمح بالتلاعب؟ ايران اتفقت مع الخمسه زائد واحد على تشكيل لجنه تكون هي التي تتولى في حالة حدوث أي مشكلة مع الـ 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 المجتمع الدولي اللي هم بتوع الوكالة الدولية. الوكالة الدولية زي ما عملت في العراق كانت تعمل تفتيش وتعمل مشاكل تعمل تفتيش وتعمل تقول تصريح وتدي تقرير للأمم المتحدة وترجع تقول غير الكلام. والبرد كان موجود في الموضوع ده يعني عشان احنا ما نتكلم الصراحه دي على جنب دي على جنب كده ايه اللي جنبك ايوه لا ده اللي حصل فعلا. والوكاله الدوليه هي وكاله تتبع لامريكا داخليا. ايران لعلمها ولذكائها ولمعرفتها بالاطراف اللي هي بتتفاوض معاهم عملت لجنه مؤلفه من ايرانيين ومن دول الخمسه لمراقبه عمل الوكاله الدوليه. أنا لسه كنت أسأل حضرتك عن الالتزامات الدولية التي ينبغي على إيران في هذا التوقيت أن تلتزم بها في مجال الحد من الانتشار النووي. يعني إذا كنت أتحدث عن مجالات سلمية بعيدا عن المجالات الدفاعية والحربية وبتاع إذا لابد أن هناك في اشتراطات أكيد وفقا للوكالة الدولية بتقولك والله 1 2 3 4 5. إحنا بنتكلم على إيه؟ إحنا بنتكلم على كسب الوقت مش كده؟ كسب الوقت اللي إحنا سيادة اللواء نبدأ عليها دلوقتي أتحدث أيضا على التطمينات. هم عارفين اللعبة دي وهم أحسن ناس بتلعب على الوقت. أنا أحيي إيران من خلال مفاوضاتها السابقة إلى الآن أنها كانت تستطيع فعلا أن تلاعب الأمريكان وغير الأمريكان في كسب الوقت. الاتفاق الإيراني مع دول الخمسة زائد واحد في ظل هذه المفاوضات الأخيرة ويعني في ظل قبول من المجتمع الدولي بصورة أو بأخرى نتائج هذه المفاوضات، أنت شايف حضرتك أن تقبل فكرة تخصيب اليورانيوم في إيران في هذا التوقيت مؤشر لفرض سياسات جديدة في منطقة الشرق الأوسط؟ ده حضرتك بقى جيت للب الموضوع اللي ممكن لو كلمنا فيه يبقى لإيران مخارج قوية جداً وهند قوية جدا وده يجعل الأمر وحينما تسعى لهذه المخارج وهذه الأيدي الأمر هيبان لك بقى بصورة تانية خالص لأن لا الأمريكان ولا اليهود ولا المجتمع الأوروبي غبي هيبقى فاهم كويس قوي. أنا هدي مثال واحد وعلى إيران وأتمنى إنها تعمل ده وأتمنى على الطرفين اللي هتكلم عليهم يعملوا ده. لو إيران توجهت سعودية وتوجهت مصر إيران ملكت قوة فوق ما تتصور. قوة بنعتبرها قوة مضاعفة. فيها عملية الإضافة وفيها عملية الخصم. بعمل إضافة ليا كاتزان في المنطقة وبعمل خصم من الجانب اللي بيلعب بالقوة دي مع بعضها في إطار إيران. ما زلت بتكلم على إيران. طب الإضافة تيجي إزاي؟
لو انا عندي مخاوف من حضرتك، انما بيننا مشتركات، بيننا منطقه جغرافيه وبيننا تاريخ وبيننا دين وبيننا وبيننا وبيننا، واللي هيضرك الله يعافيك منه هيضرني، واللي هينفعك بالتاكيد هيصيبني منه منفعه، ونبعد عن بعض. ده كلام مش مظبوط. لو حصل هذا التقارب يتحل المحور السوري حزب الله في ثانيه، ولبنان تامن، والمنطقه تاخد شكل جديد. ولكن هل ده يرضي المخطط المراد لمنطقه الشرق الاوسط؟ هو ده السؤال. هل الصراع هنا هياخد مستوى تاني اعلى؟ اه طبعا. هل الصراع هنا هيبقى حقيقي واضح؟ اه طبعا. دكتور حسان، هل تعود العلاقات الايرانيه العربيه في الفتره القادمه في ظل اعتراف المجتمع الدولي بحق ايران في الملف النووي؟ اول دوله هترضخ السعوديه، وانا بقولها لك من دلوقتي، السعوديه لن تستطيع ان تستمر طويلا في البعد عن حضن ماما امريكا. السعوديه تتبع امريكا بكل الوسائل. المحاوله اللي عملها رئيس المخابرات بتاعهم وراح اسرائيل وعمل له اجتماع يوم 19 يوم 12 في اسرائيل، واجتمعوا عشان موضوع ايران، يعني هذه الخطوه التي تسميها حضرتك انه السابقه لما سيتم، هم عملوا اجتماع وحاولوا بكل الوسائل انه يضغطوا على امريكا، واخد لي بس سعادتك، لم تنجح هذه المحاولات ولم تصل الى نتيجه. امريكا اليوم ترى انها لا تستطيع ان تقف في وجه هذا المشروع الايراني، لذلك امريكا رضخت ورضخت الدول الكبرى وجلست على طاوله المفاوضات. بجلوسهم على طاوله المفاوضات هو اقرار واضح وحقيقي بان ايران اصبحت دولة من الدول التي نعتبرها العظمى. طب يعني سيادة اللواء، التاريخ بيدينا انطباع عن المشاعر الإيرانية بصورة بأخرى تجاه المنطقة العربية. يعني اللي حصل أثناء حرب أكتوبر وتأخر وصول البترول العربي إلى مصر، تحويل إيران أدت قرار انه يحول سفن النفط الايرانيه الى مصر، طبعا وده ساعد بصوره باخرى في الحرب في مواجهه اسرائيل. يعني النهارده اذا كانت ايران تحمل هذه المشاعر تجاه الدول العربيه وخاصه مصر في هذا الموقف، يعني ماذا يمنع ان تعود هذه العلاقات وبقوه اذا كانت المشاعر موجوده اصلا في داخل ايران الان؟ يعني ليس هناك ما يرفض او يلفظ مصر أو يلفظ الدول العربية من قبل الجانب الإيراني، هل يكون هناك تقبل من الطرف الآخر لعودة العلاقات في ظل الضغوط الشعبية الموجودة في الشارع الآن؟ أولا برضو للمرة الثانية بشكر حضرتك، السؤال ده هام جدا لينا إحنا، ولو أسقطناه على المشكلة الإيرانية يعطي فوائد كثيرة. ويمكن من شوية بقول لحضرتك مثال كده بعناوين، لو إحنا بنتكلم على الشعوب، الشعوب قلوب سليمة، الشعوب الحقيقية مش برضو المجموعات اللي اتخذت واتخطفت من كل شعب، يعني عندنا شوية أمراض كده مش بعيدا عن التوجيه والتسييس واللي يعني خلينا في الشعب الحقيقي، الشعب العادي، الشعب البسيط. الشعوب دائما أبدا عندها هذا الوجدان، وخاصة لما يكون عندها مشتركات. لما تيجي تسأل أي مواطن مصر، بتسأل أنا كمواطن مصر تحب أن إيران يبقى بينك وبينها توحدات وتعاملات؟ أقول لك يا ريت، واسعى فيه واجري فيه. ايه المشكله؟ تحب ان يبقى بينك وبين تركيا كذا، بينك وبين السعوديه كذا، بينك وبين ليبيا كذا، وضع طبيعي، بيننا مشتركات. ولكن لما بنيجي نطلع فوق لقمه الهرم بتتكلم على رؤوس سياسه، هنا بتتحسب الحسبايه بالانكم والاوتكم والاحتياجات، وهي عند مين ومش عند مين. على سبيل المثال هفترض ان حضرتك بينك وبين الدكتور حسان علاقه طيبه جدا، يسهل لي ان انا اتعامل معاكم انتوا الاثنين بهدوء شديد، تمام، وهنبقى ثلاثه بدل اثنين ودون ترقب او حصر بالظبط. اما لو انا حسيت ان لا قدر الله الامر مش مظبوط، وانا علاقتي بحضرتك صح وعلاقتي بيه صح، بحبك وبحبه واتمنى الاثنين، بالتاكيد ايوه ابدا احسبها. بحسبها على اساس ايه؟ بحسبها على اساس المصالح، فين مصلحتي، فين اكون، لان مسؤول عن شعبي، مسؤول عن شعبي في الاول وفي الاخر. لو انا سياسي لازم هعمل كده، انا رب هذا البيت ومسؤول عنه، كلكم راع. الاخر البعيد بيحسبها دي، ما يخليش الاتفاق ده موجود
ولا يخلي البينية بيني وبين أي منهم على المستوى اللي يبعده ويطلعه بره. لو احنا نجحنا ووصلنا بتكاملية حقيقية، تكاملية حقيقية، حضرتك عندك رأس مال، أنا عندي عمالة، هو عنده علم، ادي العلم لرأس المال للعمالة بقى عندك قوة متكاملة. ولكن ده يرضي من في هذا التوافق؟ هي بقى هو ده، هي هو ده السؤال، هو ده السؤال. في حالة وجود هذا التوافق دكتور حسان ده يرضي مين؟ يعني بالنسبة للقوى الغربية، بالنسبة لأمريكا، بالنسبة لإسرائيل، لا يرضي، لا يرضي. وبالتالي فهناك عمل على أرض الواقع لرفض هذه المنظومة أو رفض. بس لازم يبقى في إرادة سياسية بضغط شعبي واعي حقيقي وبهدوء عشان برضو المصالح ما تتكسرش. يعني فكرة طرح عفوا، يعني العلاقات المصرية الإيرانية وتحجمها في خانة ما، خلينا نتحدث هنا عن مصر واحنا يعني من على نيل القاهرة زي ما تقولوا. يعني يعني انا طرحت العلاقات المصرية الإيرانية وصدرت مع هذه العلاقات عفوا مخاوف للشعب المواطن البسيط يفهمها كما صدرت إليه ويبدأ يتعامل معها على هذا الأساس. أي. أنا أتخوف من علاقتي مع إيران خوفا من كذا بس. لكن أنا بقى يعني إيه إيجابيات هذه العلاقة؟ إيه اللي أنا أستفيده من هذه العلاقة؟ منقول إيه كذا؟ منقول إيه كذا؟ يعني كذا دي اللعبة اللي لعبوا عليها جماعات إسلامية، الجماعات الإسلامية اللي قعدت تحكم فينا وطلعت في الآخر إنها عاوزة تبيع لنا سينا، وعاوزة تبيع لنا شلاتين وحلايب، وعاوزة تلغيهم من على الخريطة، وعاوزة تسلمنا لإخواننا أولاد عمهم اللي حبيبي وصديقي ومعرف إيه، والغزل من تحت الترابيزة، الناس اللي ما عملتش في يوم من الأيام كتيبة تحارب في إسرائيل وتقول لك الطريق إلى القدس، الطريق إلى القدس بقى في سيناء، الطريق إلى القدس بقى في دمشق، الطريق إلى القدس بقى في معرف فين، في العراق، مفيش طريق إلى القدس. هؤلاء الناس الذين يبيعون الشعارات الخاطئة. طب لما جت مجموعة سياحية تزور الأقصر قالوا غزو شيعي، غزو شيعي، إيران تغزونا بشوية سياح. وبعدين في الغزو الشيعي ده التخويف اللي بيلعبوا عليه دول منطقة معينة من الخليج العربي تحاول أن تقول أمرا غير منطقي وغير عقلاني ولا يقبل بالعقل، ولكن البسطاء كما قلت حضرتك اتفق معك. يعني اذا لابد من اعاده تقييم المشهد وخاصه في تصديره وتوصيفه الى المواطن البسيط في الشارع. طيب القلق والخوف، وانا باقي معايا حوالي 4 دقائق، القلق والخوف الحقيقه اللي موجود لدى الجانب الاسرائيلي او الكيان الصهيوني الان، ده بيعني ان احنا النهارده عندنا قوة عظمى جديدة تسمى ايران نجحت في هز عرش هذا الكيان الصهيوني. مما لا شك فيه، انت حضرتك لو نظرت لاسرائيل كمبادئ واستراتيجيات واسس قامت عليها، دولة اتأسست من قرار 1881 ثم 1907 ثم وعد بلفور 1919، القصة اللي حضرتك عارفها دي. الدولة دي الاساس في اختيارها انك بتجيب مرض بتحطه في المنطقة لا يتواءم مع المنطقة بكل الطرق ويبقى مصلحته مع الغرب. هذا البريدج اللي الغرب عمله لان الطاقة كانت هنا خلصت، هو عايز يجي ياخد الطاقة هنا، فلازم يحط المرض ده. المرض ده تعي اسرائيل عشان ما روحش بعيد، فهي تعلم انها محاطة باعداء ولا تأمنهم، ولا تأمن الا ان يكون لديها القوة، ولا تقف إلا عند أنها لو قدرت تمسح المنطقة دي لسببين. السبب الأول أن تنهي الأعداء دول، السبب الثاني وقلته قبل كده لترس أمريكا، وسوف ترس إسرائيل أمريكا إذا أتيح ليها المساحة اللي تاخد هذا الميراث. طب ده كلام جميل، وطالما تحدثنا عن هذا الأمر خلينا نقول طيب موقف الدول العربية والإسلامية هل نراها في المستقبل تدعم الملف النووي الإيراني لخلق حالة من التوازن في القوة النووية في المنطقة؟ في حضرتك حاجة علينا نقولها بوضوح لو كنا ناس عايزين نتكلم ونصل الأمور. النهاردة زي ما حصل عندي هنا في مصر في توقيت معين بيزورني الرئيس أحمد نجاد، لا بقى في وفد شركة معينة وانا عارف صاحبها عمل يدوب فوقين ثلاثة من إيران. إيه اللي حصل هنا؟ يجيبوا لي مجموعة شيعية ويذبحوا واحد ويقطعوا الثاني وقصة عشان يخلوها مسألة دولية، وتطلع أجهزة إعلامية من برا ومن جوه تتتتتتتت. طب أنا كمصري عادي ما عنديش العمق السياسي،
اشوف ان ايران دي الله ايران عايزه تشيعني. انا ما اعرفش حتى الشيعة من السنه، الفرد العادي ده اللي بيصلي ويصوم. ما عندناش الكلام ده خالص. سريعا دكتور حسان، وفي دقيقه واحده لو قلت لحضرتك، هل نجاح ايران في كسب قضيتها النوويه في مواجهه المجتمع الدولي شجع باقي الدول العربيه اللي توقفت مشاريعها النوويه منذ عبد الناصر وحتى الان في انهم يخوضوا نفس المعترك؟ نشوف اكثر من دوله الان تسعى نحو يعني اعاده تفعيل مشروع النووي مره اخرى. للاسف ان القياده السياسيه التي كانت تحكم وخاصة مصر بالذات، أنا أتحدث عن مصر وهذا اللي يهمني، إحنا كان المفروض إحنا أكثر الدول تقدما في هذا المشروع. إحنا بعنا المفاعل النووي بتاعنا السوفيتي ورحنا جايبين واحد برازيلي في عهد مبارك للأسف. إذن يعني في نهاية جولتنا وفي نهاية جولة إيران مع المجتمع الدولي ودول الخمسة زائد واحد، الحقيقة يعني في ظل كمان فوز إيران أقول إن صاحب الحق والحريص عليه دائما هو الأقوى والأقدر في فرض سيطرته على الجميع. يعني في هذه الحلقة الخاصة حول مفاوضات إيران مع دول الخمسة زائد واحد، أقول لحضرتك حاجة تفضل عشان معايا 10 يعني ثواني. يعني 10 ثواني، أنه ما يحدث له تأثير على المنطقة بالكامل. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور حسن رجب، رئيس لجنة تقصي الحقائق في المنظمة الدولية لحقوق الإنسان. نورتنا وشرفتنا، وأيضا ضيفي العزيز الست لواء محمود زاهر الخبير الأمني والاستراتيجي، شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا، حلقة خاصة حول المفاوضات ما بين إيران ودول الخمسة زائد واحد حول الملف النووي الإيراني، والتي يعني فازت بها إيران بجدارة في هذا التوقيت. لحد هنا بنوصل معاكم لختام حلقتنا النهاردة من جدل إقليمي على شاشة قناة الإشراق الفضائية، مع تحياتي وتحيات فريق العمل بالكامل. كان معكم من القاهرة أحمد الصقر.